اول حاجه تنشكركم انتم ولكن انفاس اللي ديما تابعين اللقاءات ديالنا لا في المهرجانات لا في الافلام لا كل شيء. بالنسبه لهذا الاجتماع اللي تنديروا دابا على قبل تغيير الاعضاء ديال الجمعيه، مع ديك سالت ليها سالت الوقت ديالها ديال 5 سنوات، دابا غنبداو في انتخاب جديد للجمعيه. كذلك بالنسبه للناس الفنانه والكشي اللي صوتوا عليا باش نعيد عاوتاني نكون رئيس ديال الجمعيه الجزائريه للابداع السينمائي للمره الثانيه، وانا سعيد بهذا الاقبال وبالضيوف اللي جاوا عندنا، وسعيد باللي تاقوا فيا الثقه كذلك باش نكون ان شاء الله رئيس الجمعيه. لي انا بالنسبه ديالي دابا درت الرقاقنا محمد هو اللي غيكون هو النائب الاول. انا جمعيه الجمعيه ان شاء الله في هذه السنه المقبله غتكون احسن من الاولى بجد الله. بغينا نديرو ندوات، غنديرو مهرجانات، غنديرو ان شاء الله داكشي ملكة الجمال، لاول مره غنديرو ملكة الجمال جزر الابداع السينمائي. كذلك شرف لي كبير بلي كاين معنا الاستاذه فاتحه هواتيلي الفنانه اللي هي الرئيسه الشرفيه اللي معنا هي جزر سليمان. اولا كيشرفني انني نكون مع السير الداني في هذه الجمعيه للمره الثانيه اللي دازت 5 سنين الاولى ودازت ان شاء الله مزيانه، وهنتمنى ان شاء الله بالنسبه للجمعيه الثانيه تكون حتى هي تدوز ان شاء الله بخير. وبالنسبه للسير الداني راه تنشكرو بزاف على هذه الجمعيه اللي دار لينا، واش غنقول لك جمعيه اللي هي في حقها عندها اهداف كثيره بالنسبه للسينما بالنسبه للمسرح بالنسبه للكاستينغ بليتي ديال السير الداني، وتنشكرو بزاف انه كيخدم مع ناس اللي كيكونوا يلاه بادين وتيكون كيساعدهم وكيوفقهم في داكشي ديال الخدمه ديالهم، والله يسر ليه الامور ديالهم. واول حاجه كنشكر منبر انفاس بريس دائما على الحضور والتواجد ديالها والمواكبه لكل حادث. اليوم تجمعت هذه اللمة على اساس اننا تلقينا دعوه من مجموعه من الاصدقاء اللي هما داخل اعضاء المكتب ديال جمعيه جسور الابداع السينمائي. اليوم غتوقع واحد التغييرات باش ينتخب رئيس جديد للجمعيه على أجل الرقي ومن أجل الارتقاء ومن أجل مسيرة ناجحة كالعادة، فسيكون انتخاب بالإجماع على رئيس جمعية الإبداع السينمائي جسور الإبداع السينمائي في حلة جديدة وبسيرورة جديدة وبنفس جديد للتأسيس من مدة جديدة أو ثاني. كذلك حضور قامات وأسماء كبيرة من المجال الفني والثقافي والجمعوي، فجمعية جسور للإبداع السينمائي هي اسم كبير في الساحة الفنية، تنظم مهرجانات، تنظم ملتقيات، حفلات، كذلك مجموعة من الأعمال الدرامية السينمائية. فكل التوفيق والنجاح لهذا المكتب وللأعضاء المسيرين وللرئيس الجديد الذي سيعطينا شحنة قوية.